مصائب قوم عند قوم فوائد. خلف ما تبقى من هذه المنطقة السكنية في الضفة الغربية بالجانب الأيمن، أصوات غيبتها مصاعب الحياة والظروف الصعبة، وشباب يلاحقها بأس الأوضاع الاقتصادية، يعيشون اليوم على ما تبقى من المعادن التي يجمعونها من بين أنقاض منازل طحنتها الحرب منذ زمن. والله مو شرط 5-6 هذا الشيء، 10 مو شرط يعني. إيش سوي معيشة؟ إيش سوي؟ هذا اللي أريد أعيش. جلست هنا مع شمس الدين، طفل موصلي غيبت أحلامه في الحياة قسراً، يحمل على كاهله ما لا يحمله بعض الرجال، فقد نسي الطفولة والمدرسة وأحلام الصغار منذ زمن، ويقاتل من أجل حياة بات مبدأ العيش فيها البقاء للأقوى. يا صف تركت الدراسة؟ 5. ليش؟ والله دا يشتغلون بطلت على مود المعيشة؟ أي والله. شو يطلع لك يوميا؟ لابات 10-11. توقف عن الكلام أثناء اللقاء، فلم يكن لديه جرأة الحديث مثل جرأته على جمع المعادن بين الألغام والمخلفات الحربية. هؤلاء فئة منسية تعيش على بقايا الحياة في بلد أصبحت مخصصات الرعاية الاجتماعية فيه لأصحاب النفوذ لا غير، أما هؤلاء يعيشون على ما تجمعه أيديهم. زمان تلموني أنا بين الأنقاض؟ صارنا تقريبا شهر. زين حزيمه عاصفه ويطلع قدامكم؟ اي والله لا ما جاء تجي على الموت برجلك بس جاء. الطفوله والشباب غيبوا معا، ونسب البطاله في الموصل ارتفعت الى اكثر من 40%، فعلى ماذا سيعيشون مستقبلا ان لم يبقى ما يجمع للبيع والعيش منه؟ شباب قد ضاعت احلامهم، وطفوله ينتظرها غد مجهول، والاف مثل شمس الدين هذا حالهم في هذه المدينة وأصواتهم غائبة، فعسى أن نكون صوتا لهم في هذا التقرير. من الموصل القديمة، محمود الجماس، قناة التغيير.